السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن من موقع خدماتهم دوت كوم. الدرس فتحنا وصلنا لحد ما كنا بنبعت للسيرفر الرسائل بتاعتنا. يعني انا دلوقتي ببعت رسالة للسيرفر والسيرفر بيستقبلها بشكل عادي جدا جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام؟ طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين بقى لما واحد يبعت للسيرفر اقدر استقبل الرسالة دي. تمام؟ فالحتة دي فيها شقين. اول شق ان انا اخلي ال HTML بتاعي يستقبل الرسائل اللي هتتبعت على السيرفر، دي اول حاجه. وتاني حاجه خلي السيرفر بتاعي يبعت الرساله اللي بتجيله لكل اليوزرز. تمام؟ يعني ايه؟ تعال بس عشان الناس ما تلخبطش معانا. اللي بيحصل كالتالي، انا لما ببعت رساله هنا الرساله دي بتروح للسيرفر. تمام؟ السيرفر بياخدها ويقوم باعتها لكل الناس المتصله بيه. تمام؟ تاني يبقى كل اللي بيحصل ايه؟ ان هنا انا لما ببعت رساله بتروح للسيرفر، السيرفر بياخدها يبدا يبعتها لكل الناس المتصلين بيه. تمام؟ طيب ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. هنعمل بقى الكلام ده ازاي؟ الكلام ده هيتعمل في السيرفر طبعا. تمام؟ طيب هاجي هنا بقى، هنا وابدا اضيف شويه لوجيك جديد خاصين بالسيرفر. اول حاجه هنقول هنا فور ايتش، شايفين البارامتر اسمه سيرفر ده. تمام؟ في اتريبيوت او في بروبرتي اسمها كونكشنز. كونكشنز دي ايه؟ كونكشن دي الناس او الاف دي بتاعت الناس المتصله بي. از اف دي، دي الاف ديز او ارقام الناس اللي متصلين بي انا. تمام؟ او بالسيرفر. تمام؟ فانا هعمل فور ايتش عليهم. تمام؟ واقول له هنا ان السيرفر اللي هو ده، تمام، بوش للاف دي اللي انا بلوب عليه دلوقتي، ابعت له الفريم داتا. الفريم داتا اللي هي الداتا اللي جايه لي من اليوزر اللي بعت لي. تمام؟ طيب تعالوا بقى كده نوقف السيرفر ونشغله تاني. اي تعديل في ملف البي اتش بي لازم توقف السيرفر ده وتشغله تاني. ولاحظوا ان انا كل ما هرستر السيرفر لما يجي يعد الاف دي هيعد من واحد. يعني لما اعمل هنا ريفرش هيقول لك ان اليوزر واحد هو اللي كونكتد، لان انا وقفت السيرفر رغم ان كان اخر يوزر عندي ست. تمام؟ طيب هنبدا نشغل الراجل التاني كده. تمام؟ طيب فالمفروض دلوقتي انا لما ابعت كده هنا وابعتها للسيرفر، السيرفر يقوم باعتها لكل الناس. تمام؟ طيب انا عايز بقى لما السيرفر يبعت لي في الاندكس اتش تي ام ال، لما السيرفر يبعت لي استقبل انا اللي السيرفر بيبعته لي. هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا اقول له الاكزامبل سوكت بتاعي ده دوت اون مسج، يعني لما يجي لك مسج شغال الفانكشن دي اللي هقول لك عليها دلوقتي. طب الفانكشن دي فيها ايه؟ ايفنت كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا اقول له هنا كونسول دوت لوج اطبع لي بس الايفنت داتا، الايفنت دوت داتا بالشكل ولا اكتر ولا اقل. تمام. تعالى نعمل بقى ريفرش هنا. نعمل ريفرش هنا برضو. نعمل انسبكت هنا برضو. كونسول. تمام. ده اليوزر رقم 2 وده اليوزر رقم 1. تمام؟ طيب تعالى هنا هاي اول سبميت. بصوا راح جات لي الداتا اهي. لو رحنا على التابه الثانيه هتلاقيها جات له برضو. تمام؟ فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان لما هبعت من هنا هاي اول تو، لما هبعت من هنا ده هيروح على السيرفر، الهاي اول تو دي هتروح على السيرفر، والسيرفر ياخدها ويقوم باعتها لكل الناس المتصلين بيه، فده متصل بيا بالسيرفر وده متصل بالسيرفر، فاصبح الاثنين يقدروا يستقبلوا الرساله دي. كلام جميل جدا 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 جدا. طيب ايه تاني؟ في انهانسمنت بسيط ممكن نضيفه. يعني في انهانسمنت بسيط ممكن نضيفه. اليوزر اللي هو بعت الرساله، يعني اليوزر اللي هو بعت الرساله، الراجل ده اللي هو بعت الرساله دي، مش شرط ابعت له على السوكت بتاعه. يعني مش شرط اخليه يستقبل الرساله اللي هو باعتها. تمام؟ لان هو اللي بيحصل ايه؟ ان انا لما ابعت هنا، تمام اهو، فانا ببعت للسوكت، وبما ان انا متصل بالسوكت فالسوكت بيبعت لي ثاني بيقول لي الرساله بتاعتك اهي. انا مش عايز كده بقى. انا عايز طالما انا اللي بعت الرساله مش لازم استقبلها، يعني خلي الناس كلها تروح لكل الناس بس ما عدا انا ما تجيليش يعني. فممكن نعمل انهانسمنت بسيط في الحته دي. تمام؟ انا كده كده هنا عندي حاجه اسمها الفريم اي دي، ده اليوزر اللي بعت الرساله. تمام؟ فانا ممكن اقول هنا اف ان الفريم اف دي لا يساوي الاف دي، ساعتها ما تبعتليش الرساله. ندخل الشرط ده كده جوه دي بس كده. تعال نوقف السيرفر طالما عدلت في البي اتش بي، اوقف السيرفر واشغله تاني. تعال نعمل ريفرش. بص بقى دلوقتي ريفرش هنا ريفرش هنا. بص انا هبعت من هنا هاي اول، بصوا ما ظهرتليش هنا، ما جاتليش زي المره اللي فاتت، بس لو حررت رحت التاني هتلاقيه جات له.
هي هتبعت لكل الناس ما عدا اللي بعت. تمام؟ لو انت عايز تبعت لكل الناس حتى اللي بعت، كل عليك انت تلغي الشرط ده، مش هتخليه موجود. تمام؟ بس اللوجيك يقول انت بعت لكل الناس ما عدا اللي بعت. تمام؟ ملوش لازمه تبعت للي بعت الرساله اللي هو بعتها يعني. تمام؟ طيب لو بعت من هنا اهو، تمام، مش هتيجي هنا بس هتيجي لكل الناس ما عدا انا. تمام؟ كلام جميل. كل اللي علينا دلوقتي ان احنا نظهر بقى الداتا دي اللي بتجيلي دي في شات بوكس صغير كده. تعال نعمله. هنيجي هنا نقول هنا نعمل ديف كده، دي كلاس ويل مثلا. تمام؟ وين ده ستايل من هايت مثلا 400 بكسل. تمام؟ وين دي اوفر فلو سكرول. تمام؟ اظن اوفر فلو سكرول. فنعمل ريفرش، فوت تظهر بالشكل ده. هي طبعا 400 كبير يعني، تعال نقول له مثلا 200 عشان بس احنا عايزين يبقى في ديباجنج. 200 كويس يعني. نزل دي شويه كده بس عشان نشوف. تمام كده الدنيا تمام. تعال بس نحط لها بي ار قبليها، بي ار قبليها. تمام، هاجي بقى لما استقبل رساله ايه اللي هيحصل. تعال بس ندي لدي اي دي مثلا معين، اي دي مسج بوكس مثلا. هنقول له الاي دي اللي اسمه مسج بوكس دوت append. تمام، الايفنت داتا بالشكل ده. تمام، وهاجي هنا بقى، هنا في الجزء لما ابعت الرساله هعمل نفس الفكره. اقول هنا ان المسج بوكس append اللي هي ايه؟ التكست بتاعي اللي هو المسج تكست. تمام، او ممكن بقى نيجي هنا نقول له var text هيساوي الكلام ده، او var text message بالشكل ده هنا. تمام، قول هنا append التكست مسج. تمام، طيب تعال نعمل ريفرش نشوف الدنيا في ايه. ريفرش هنا، ريفرش هنا. فود لما ابعت رساله هنا تظهر لي هنا، دي اول حاجه. تمام، وهنا تظهر لي as a json زي ما انتم شايفين كده. تمام، كل اللي عليا اقوله هنا، بدل ما اقوله كده اقوله هنا جيسون دوت بارس للكلام ده دوت تكست، هات لي التكست منه بس كده. تعال نعمل فريش ونشوف. فريش، فريش هنا كمان. لما ابعت رساله لنفسي ظهرت اهي، وظهرت هنا في مشكله ايه؟ جيسون از نوت فاين. جيسون كلها كابيتال كيس او كلها كابيتال، ما فيش. تعالى نبعت من هنا اهي، ظهرت اهي. تمام، قول له هنا هاي اول سند، هتروح هنا اهي عشان دي ما عملناش ريفرش. ابعت من هنا اي حاجه اهي، ظهرت اهي. تعال بس هنا نحط لهم بقى يعني، هنا ما ينفعش تبقى كده، ممكن نحط لهم هنا مثلا باراجراف ولا حاجه، بي مثلا. طبعا هنا تبقى بلس بالشكل ده، بلس بي. تمام، ممكن نعمل حركه اصيع من كده يعني، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نقول هنا فانكشن مسج بارس. تمام، هتاخد هنا تكست بالشكل ده، وهنقول له هنا هدي كده كت، لما هنا بيست خلي دي هنا بشكل مؤقت، ونقول له التكست حطها لي هنا بالشكل ده. تمام، هاجي هنا نقول هنا ان المسج بارس بقى الكلام ده، طبعا دي جيسون بالشكل ده، جيسون كابيتال كيس. تمام، هستخدم نفس الفانكشن دي هنا، رايح دماغي بقى مسج بارس وابعت له المسج بتاعتي. يبقى انا كده وفرت على نفسي، حتى لو عايز اعدل الديزاين هعدل الفانكشن دي بس. تمام، تعال نعمل فريش الصفحتين بقى ونشوف الدنيا في ايه. هقول هنا
اي اس اس مش عارف ايه، هنا اقول له دي دي زي ما انتم شايفين كده، هنا اقول له دي اس اس مش عارف ايه بالشكل ده. تعال نقفل بقى دي كده، نرفرش اخر مره نشيك الدنيا في ايه. هاي يوزر 1 ظهرت لي هنا اهو بتاعتي، وظهرت اليوزر 1 هنا. هاي يوزر 2 ظهرت اليوزر 2 بالشكل اللي حضرتك شايفينه كده. طبعا كل الكلام ده بيحصل له ديباجنج هنا، كل حاجه بتحصل هنا بيقول لك ان ده كونكتد ده ديسكونكتد ده المسج اسمها كذا وهكذا. ده كان شات عن طريق سول. طبعا سول من الحاجات المميزه جدا اللي ظهرت في الفتره الاخيره، وخلتنا ان احنا البي اتش بي تبقى فيها سنكرونايز بروجرامنج ونقدر نعمل بيها حاجات اكتر من الاول. طبعا السول يعني نقدر نقول ان هي بتقوم بمقام السوكت او النود جي اس او السوكت اي او في الحته دي. تمام، طيب لو انت عايزين تعرفوا اكتر عن الكونسبتس اللي بتستخدمها السول والكلام ده، ممكن تكتبوا سول فيز نود جي اس عشان تعرفوا الفرق بين السول وفي البرفورمانس، تشوفوا بنش ماركس للمقارنات بين السول والنود جي اس وخلافه. تمام، ده كان بالنسبة للدروس دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.